تحية طيبة مشاهدينا الكرام، هنا لايف يأتيكم من 218 نيوز ونناقش فيه لهذا اليوم. بهدف منح الثقة للحكومة، أعضاء من البرلمان ورئيسه يتوجهون إلى سرت. إذن موضوع لايف واحد فقط في حلقة لايف لهذا اليوم، أهلا بكم. يلتم مجلس النواب في مدينة سرت غدا الاثنين للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة في جدول أعمال وحيد يناقشه النواب بعد سنوات من الانقسام، وكانت قد وصلت إلى سرت طائرة على متنها رئيس وأعضاء ديوان المجلس. نتابع هذا التقرير مشاهدينا الكرام عن جلسة مجلس النواب التي سوف تعقد يوم الغد لمنح الثقة للحكومة الجديدة، وتم اختيار مدينة سرت مكانا لهذا الانعقاد. بدأ تواصل أو وصول عدد من النواب إلى مدينة سرت، وفي انتظار وصول رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح أيضا إلى مدينة سرت، وفي انتظار أيضا التوقيت المحدد أو الزمن المحدد يوم غد الاثنين لمتابعة جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة. نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود للنقاش حوله مع ضيفنا من طرابلس محمد شوبار الناطق باسم الملتقى الوطني، فنتابع هذا التقرير. جلسة مرتقبة لمجلس النواب في مدينة سرت دعت لها رئاسة البرلمان، وستناقش منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة السيد عبد الحميد الدبيبة، الذي أعلن مكتبه الإعلامي تسليم تشكيلته الوزارية مرفقة بالأسماء المقترحة قبل يومين إلى رئاسة مجلس النواب. في إطار الالتزام بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، حيث وصلت إلى المدينة طائرة على متنها رئيس وأعضاء ديوان مجلس النواب تجهيزا لعقد الجلسة. ومع الدعوة لجلسة سرت ينهي البرلمان الجدل حول تحديد المدينة التي سيعقد فيها جلسته، وسبق أن أكدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أن مكان اجتماع مجلس النواب بمدينة سرت جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة طيلة الفترة من بداية الجلسة إلى نهايتها. من جانبها أكدت البعثة الأممية في ليبيا أنها تشجع مجلس النواب بشدة على الاجتماع يوم 8 مارس في سرت لمناقشة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف. وكان عدد من أعضاء مجلس النواب دعوا زملائهم إلى المشاركة في جلسة سرت وتحمل مسؤوليتهم التاريخية والأخلاقية في المشاركة بالجلسة وتغليب المصلحة العليا للبلاد من أجل إنهاء حالة الانقسام. كما استعد المجلس الاجتماعي لقبائل سرت لاستقبال جلسة البرلمان، وأجرى اجتماعات حول التجهيزات الممكنة وتوفير كافة سبل الراحة وكل ما من شأنه تسهيل عمل البرلمان. سيد محمد شوبار المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية انضم إلينا مباشرة من طرابلس، وسيكون معنا كذلك عدد من الضيوف نحاول معهم ونحاول التواصل معهم في هذه الحلقة. سيد محمد اعذرني بداية على الخطأ في الوصف لك قبل التقرير. نحن الآن على بعد ساعات من عقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة في مدينة سرت. النواب الآن بدأوا يتوجهون إلى مدينة سرت، منهم من وصل ومنهم ما زال في الطريق، ومنهم أيضا هناك 30 نائب موجودون في مطار بنينة استعدادا للتوجه إلى مدينة سرت، ومن المنتظر أيضا أن يكون رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في المدينة لعقد الجلسة يوم الغد. كيف يبدو لك المشهد الآن قبيل انعقاد الجلسة؟ بداية تحية طيبة ليك ولكل السادة المشاهدين. طبعا العقد مثل هذه الجلسة التي دعا لها الكثير الحقيقة وترقبها الكثير من الليبيين، الهدف الرئيسي هو مسألة منح الثقة للحكومة. طبعا هذه منح الثقة للحكومة يعني أمامه تحديات كبيرة، التحديات بعضها تحديات تتعلق بالشأن المحلي وما نلاحظه من انقسام حاد في مجلس النواب،
وأعتقد أن زادت وتيرة هذا الانقسام بعد الفصاح عن قائمة الحكومة. التحدي الآخر وهو تحدي من جانب دولي، وهذا ما تحدثنا إليه الحقيقة في كثير من المناسبات منذ أكثر من 20 يوم، أن هناك بالفعل تراجع دولي في مسألة دعم السلطة التنفيذية الجديدة. ظهر هذا في منذ البداية من خلال البيانات التي كانت بيانات بعيدة كل البعد عن مستوى وحجم هذا الإنجاز. أيضا هذا ربما يكون أسبابه تتعلق بمسألة انتظار تقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، الذي طبعا قدم إحاطة قبل يوم تتعلق بجانبين. الجانب الأول وهي تقارير تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وأيضا انتهاكات أخرى بمسألة تهريب البشر، وأيضا تهريب السلع بمختلف أنواعها. الجانب الآخر، وهذا التقرير أيضا يتضمن عملية الرشاوة التي استخدمت أثناء العملية الانتخابية التي تمت في مدينة جنيف من الأول إلى الخامس من فبراير الماضي. أعتقد أن هذا التقرير هو تقرير مهم جدا، وربما وهذا ما ذهب إليه كثير من المراقبين الدوليين، ربما تنتج عنه قرارات من مجلس الأمن الدولي في الجلسة التي ستعقد يوم 24 من مارس الجاري. أضف إلى ذلك أن فريق الخبراء يعني صرح بأن هذا التقرير طبعا الذي ينقسم إلى قسمين، تقرير عام يتعلق بأهم الانتهاكات سواء كان انتهاكات حقوق الإنسان أو تهريب البشر أو تهريب السلع، وإلى جانب التقارير المتعلقة باستخدام الرشوة في العملية الانتخابية التي أشرفت عليها بعثة الأمم المتحدة. وهناك تقرير تفصيلي سيتم تقديمه يوم 24، وأعتقد أن المعلومات الأولية أن هناك بوادر اتفاق حول هذا التقرير. هذا التقرير أعتقد أنه هو تقرير خطير طيب. يعني بشكل كبير جدا على مسألة العملية السياسية ومضيها قدما، وأعتقد أن يعني منذ يومين قدمنا بعض النصائح للمجلس النواب الليبي بتأجيل جلسة منح الثقة إلى ما بعد اليوم 15 حفاظا على المؤسسات الحالية، حتى يتم بالفعل وضوح يعني هذا التقرير بشكل كبير، هل بالفعل ونبتعد الحقيقة، وهذا ما نوهنا ليه في كثير من اللقاءات الإعلامية، الابتعاد عن مسألة يعني النعوت خصوصا في الاتهامات التي تتعلق بالرشا، والانتظار حتى يتم الإفصاح بشكل كامل عن هذا التقرير الذي محمد. تحدث عنه أنه غاية في الخطورة على العملية السياسية في ليبيا. اعذرني على المقاطعة، سنتحدث عن موضوع الرشا كوننا هناك خبر يعني وصل قبل حتى ندخل للحلقة، يقول بأن الأمين العام المساعد للمنسق الخاص للبعثة الأممية في ليبيا ينفي لرئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي وجود تقارير شبه الفساد في ملتقى الحوار في جنيف. سنعود إلى هذه النقطة، ولكن دعني أشرك معنا الآن في هذه الحلقة السيد فتحي المرمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب للحديث عن آخر تطورات جلسة منح الثقة يوم الغد. سيد فتحي نرحب بك معنا في حلقة لايف ونشكرك على تجاوبك وحضورك معنا في هذه الحلقة. أول سؤال، يعني نحن في انتظار وصول رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى مدينة سرت، ماذا عن هذه المعلومة؟ هل وصل، هل انطلق من مقره من هناك إلى المدينة؟ السادة ضيوفك الكرام ومشاهدي ومشاهدات قناتكم المطرة، فيما يخص وصول فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، منذ قليل وصل إلى مدينة سرت المستشار عقيلة صالح عيسى، وكذلك سيكون هناك عدد كبير
من النواب الذين يقعون في الدوائر. يعني تؤكد وصول المستشار عقيلة صالح منذ قليل إلى مدينة سرت. أعذرني على المقاطعة سيد فتح. نعم سيدي الكريم. إلى مدينة سرت. وكذلك عدد من أعضاء مجلس النواب سيصلون بعد قليل، ومنهم من وصل عن طريق البر، وكذلك المنطقة الغربية صباحا إن شاء الله سيكونون في مدينة سرت، وهناك منهم قد يكون موجود في مدينة سرت. عدد كبير جدا إن شاء الله هذا اليوم وغدا قبل بداية الجلسة سيكونون في مدينة سرت لحضور هذه الجلسة. نعم. طيب كم عدد النواب بالتحديد الذين سوف ينطلقون إلى مدينة سرت إذا كان لديكم معلومات؟ يعني نتحدث هنا عن اكتمال النصاب لعقد الجلسة. لا العدد بالضبط لا يحضرني حقيقة، ولكن من خلال الاتصالات ومن خلال الأمور الواضحة يعني عدد كبير جدا حقيقة سيصل من أعضاء مجلس النواب من كل الدوائر إلى مدينة سرت يعني بعملها. لكن عدد معين بالضبط يعني لم يحدد لي حتى الآن، ولكن الذي أعرفه بأن عدد كبير من كل الدوائر الانتخابية في ليبيا إن شاء الله سيكونون متواجدون في جلسة غدا لمن حقيقة لحكومة الوحدة الوطنية إن شاء الله. طيب هل هناك نقاط أخرى سوف تناقش في هذه الجلسة في خلاف منح الثقة؟ يعني نتحدث هنا عن المناصب السيادية، عن توحيد الميزانية أيضا، هل هذا مقرر في جلسة يوم الغد؟ يوم غد طبعا هي بالدرجة الأولى ستكون يعني بدايتها يعني إن شاء الله تشاورية ما بين أعضاء مجلس النواب حول يعني القائمة التي دفع بها رئيس الحكومة السيد عبد الحميد البيبة، وكذلك برنامج الحكومة خلال هذه الفترة حتى 24 ديسمبر وهو موعد الانتخابات، وكذلك قضايا أخرى تتعلق بنفس الموضوع، ومن ثم ستكون جلسة رسمية لمنح الثقة من عدمها بعد النقاش والتشاور والتفاهم بين أعضاء مجلس النواب سواء هذه الليلة أو غدا صباحا إن شاء الله. كم عدد النصاب المحدد لمنح الثقة لجلسة مجلس النواب؟ كم عدد النواب يجب أن يعطوا الثقة لمنح الثقة؟ والله أنا بقول لك حاجة، هو العدد يعني بيكون حاضر على الأقل 98 عضو على الأقل بعد يعني من قدم استقالته ولا توفاه الله أو ذهب إلى مناصب أخرى أو غيره. العدد يعني لما تصرفها بالحسن كان فتكون 98 يعني تقريبا في 98 نائب. هذا 98 نائب وهذا هو النصاب لمنح الثقة أعتقد ذلك، لأن في عملية يعني عددية، وهناك قول بأن النصاب 120 صوت حتكون في حدود 98 طيب يعني سوف تكون جلسة واحدة سيد المريمي أو هناك عدة جلسات؟ يعني ليس يوم غد فقط أو حتى يحدد بعد جلسات أخرى؟ طبعا الأمر يرجع إلى السادة النواب ومناقشتهم والوضعية اللي قدامهم من خلال الوضع الخاص بعدد السادة الوزراء وسيرهم الذاتية وكذلك خطة الحكومة وكبر حجم الوزارات ونقاش كثير حيكون حولها، قد يكتفون بجلسة واحدة ولكنها مطولة وقد تكون عدة جلسات يعني. طيب تم التواصل مع نائبي رئيس المجلس مجلس النواب نائب الأول ونائب الثاني سوف يكونوا حاضرين؟ يعني عما يحدث وترونه في وسائل التواصل والله ما يحدث في بعض القنوات وغيره، إلا أن نقول لك حاجة، الرئاسة على تواصل مع بعضها البعض يعني باستمرار وكذلك مع السادة النواب في كل الدوائر الانتخابية، وهناك تفاهم كبير يعني ما بين أعضاء مجلس النواب خاصة في هذه الجلسة على اعتبار أن ليبيا تمر يعني بظروف صعبة جدا، والجميع يسعى إلى توحيد هذه المؤسسات وإخراج ليبيا من أزمتها، وبالتالي يعني عقدين العزم إن شاء الله على حل العديد من القضايا خاصة المتعلقة بمنح الثقة لهذه الحكومة رغم ما يحتويها يعني من أمور كثيرة. هناك من يعني محتجا على توسعة هذه الحكومة بالعدد الكبير من الوزارات، وهناك من يحكي أو يتحدث عن الرشاوي التي تم التطرق لها رغم أنها تسريبات يعني، ولم يتأكد أحد يعني من هذا الأمر يعني بشكل صحيح، وكذلك يعني أمور كثيرة، ولكن في كل الأحوال يعني ظروف البلاد لا تحتمل
لأن نحن ننتظر يعني الخير، لم نحتاج إلى توحيد المؤسسات وإنهاء الأزمات التي تمر بها ليبيا، خاصة المتعلقة بالمواطن في معيشته، وكذلك المتعلقة بموضوع الانتخابات والتي هي ضرورية الآن يعني بالنسبة لليبيا، بحيث أن نحن ننتخب رئيس إن شاء الله ومجلس أو مجلس نواب جديد أو برلمان جديد في ليبيا، لنخطو خطوة متقدمة يعني في بلادنا ونزيل العديد من المشاكل والقضايا التي تعاني منها بلادنا والتي يعني جاءت يعني على كاهل المواطن حقيقة كل هذه الأمور وكل هذه الأشياء. ولكن عندما ننتهي بانتخابات إن شاء الله نقول قضايا كثيرة تنتهي وليبيا يعني ستكون في حالة استقرار إن شاء الله. طيب ماذا عن التوقيت المحدد لجلسة يوم الغد؟ يعني متى ستكون بالتحديد؟ تم تحديد موعد معين؟ لا، هي ستكون غدا إن شاء الله. طبعا نحن نعرف أن في عدد كبير من النواب سيكون في مدينة سرت، وغدا صباحا أعتقد فيه يعني في حدود 10 أو 11 سيصل العدد. قد تكون يعني ما بعد 12 يعني أعتقد ذلك. أعتقد أنك بعد 12 يعني حسب الترتيبات اللي نشوفها قدامي، يعني ممكن آخر النواب سيصلون غدا مع الساعة 10 والنصف سرت، أعتقد مع 12 أو قد تكون في الفترة المسائية من الساعة 3 أو 4 مساء. المهم هي ستكون غدا إن شاء الله بعد الدعي، ولكن الجميع الآن من الآن في طريقه إلى مدينة سرت لعقد هذه الجلسة. طيب على ذكر، هو سؤال الأخير لك سيد المرمي، على ذكر الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، يعني هناك من يقول من النواب أنه ربما يتعذر عليه حضور جلسة منح الثقة يوم الغد، يعني هل من الممكن أن نرى يعني حضور لعدد من النواب افتراضيا، يتم منح الثقة افتراضيا؟ لا، يتم الاتفاق عنها يعني غدا المطلوب الحضور الشخصي داخل قبة البرلمان، ولكن ربما يعني هناك ظروف معينة لا أعلمها يتفق النواب مع الرئاسة أنها تكون فعل من خلال الدائرة المغلقة يعني، ولكن هذا الأمر غير مطروح. أنا اللي نعرفه بأن عدد كبير نعم. شكرا جزيلا لك سيد فتح المرمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب المستشار عقيل الصالح، كنت معنا في هذه المساحة. سيد المرمي أكد وصول المستشار عقيل الصالح رئيس مجلس النواب وعدد كبير من النواب إلى مدينة سرت اليوم أو قبل قليل، وصل المستشار عقيل الصالح إلى مدينة سرت وتحضيرا لعقد جلسة منح الثقة يوم الغد. أعود إليك سيد محمد شبار، الآن يعني تأكد وصول عقيل الصالح إلى مدينة سرت، ويعني وإن كان هناك اختلاف حول النصاب القانوني لجلسة منح الثقة في ظل الانقسام الحاصل في مجلس النواب، يعني كما سمعنا سيد المرمي يقول بأنه هناك احتمالية بأن يكون 98 صوت هو النصاب، وهناك من قال بأنه 120 صوت، يعني تعليقكم على هذه النقطة بالتحديد؟ طبعا مسألة منح الثقة في من قبل مجلس النواب بالتأكيد أمامها تحديات وأيضا صعوبات تتعلق بالنصاب القانوني، ليس لمنح الثقة فقط إنما حتى النصاب القانوني للجلسة نفسها، يعني محتاجين لحضور أكثر من 120 نائب في مدينة سرت. ولكن دعنا من جانب آخر، هذه الحكومة بالتأكيد نحن إلى حد هذه اللحظة تحت طائلة الفصل السابع، وبالتالي هذه الحكومة تحتاج إلى قرار من مجلس الأمن الدولي، باعتبار أن السيد فايز السراج أيضا يعني عمل حكومة الوفاق هو بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي. وإذا ما قارنا من جانب آخر، يعني حكومة التني تحصلت على يعني ثقة من مجلس النواب منذ أكثر من 6 سنوات، ولكن لم تتحصل إلى حد هذه اللحظة على الشرعية الدولية، باعتبار أن ليبيا لحد هذه اللحظة تحت طائلة الفصل السابع. وبالتالي عندما تحدثت عن مسألة تأجيل جلسة مجلس النواب ومنح الثقة إلى ما بعد يوم 15 من شهر مارس، هذا الحقيقة يصب أساسا في مصلحة المؤسسات الحالية
ويصب أيضا في مصلحة الدولة الليبية بشكل عام. يعني ماذا لو حدث بالفعل وتم إثبات أن هذه التقارير بالفعل هناك شائبة وشبهات فساد ورشوة فيما يتعلق بمسألة العملية الانتخابية؟ أعتقد أن في ذلك الوقت سيكون وجه المؤسسات الليبية وجه يعني لا يعني يعبر عن الليبيين ولا يعبر عن الدولة الليبية أمام المجموعة الدولية ولا أمام حتى الدول الإقليمية والدول العربية. وبالتالي أعتقد توخي الحذر وتأجيل مسألة منح الثقة ولتكن جلسة الغد هي جلسة تشاورية من أجل ربما التباحث فيما يتعلق بهيكلية الحكومة وأيضا الأشخاص، أعتقد أنه من عين العقل ومن عين الصواب إلى ما بعد تاريخ 15 حتى تتجلى وتتوضح كل الأمور لأعضاء مجلس النواب الليبي، ومن ثم يتم إقرار قرارات لا تتعارض مع توجهات المجموعة الدولية باعتبارها هي من تدعم هذه العملية السياسية من خلال إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وأيضا حتى بالفعل تكون هذه القرارات قرارات صائبة ولا يمكن الطعن فيها سواء كان أمام القضاء الليبي ولا حتى أمام القضاء الدولي أو أمام المنظمات الدولية، ومن أهمها طبعا هيئة الأمم المتحدة التي بالتأكيد ليبيا هي أحد أعضاء الدائمين فيها. إذن أعتقد أن المشكلة الحقيقية التي تواجه مسألة منح الثقة هي توجه الذي أو القرارات التي ستتخذها المجموعة الدولية في جلسة 24 من مارس الجاري، وتلك المتعلقة سواء كان بانتهاكات حقوق الإنسان أو الجرائم الأخرى التي تتعلق بتهريب البشر وأيضا تهريب السلع. أضف إلى ذلك مسألة الرشا التي بدأت تظهر وتحدثت عنها كثير من الوسائل الإعلامية الدولية، يعني نحن نتحدث عن صحف كبرى كصحيفة الجارديان وفرانس بريس تحدثت عن هذه الرشاوي، وبالتالي لا أعتقد أنها تحدثت هكذا جزافا وإنما تحدثت ربما عن مؤشرات لوجود تقارير قاموا بتقديمها فقط قبل يوم فريق خبراء المجلس الأمن، وهذا الفريق هو الذي أنشئ بقرار 1973 وتم تمديد له العمل إلى 15 إبريل القادم بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2509. إذن أعتقد أن العملية الانتخابية التي جرت في الفترة من 1 إلى 5 من فبراير الماضي أعتقد أنها ربما تكون مهددة إلى يعني إلى بشكل كبير إلى مسألة نسفها ربما بقرار من مجلس الأمن الدولي بناء على تقارير خبراء الأمم أو خبراء مجلس الأمن الدولي. نعم. طيب سأعود إليك سيد محمد شبار، أنت موجود معنا طيلة هذه الحلقة، لكن دعنا ننتقل إلى مدينة سرت، إلى هناك من أرض الواقع لنتابع التجهيزات والتحضيرات لعقد جلسة منح الثقة. ينضم إلينا السيد محمد الأميل مدير إدارة العلاقات والإعلام في المجلس التسييري في مدينة سرت. سيد محمد نرحب بك معنا في حلقة لايف، نشكرك لتجاوبك لهذه مع هذه المساحة. كيف تسير التحضيرات الآن بعد يعني تأكيد من مستشار عقيلة صالح الإعلامي بوصول عقيلة صالح إلى مدينة سرت وعدد كبير من النواب؟ نعم، أولا مساء الخير، نشكر قناتكم الموقرة. الحقيقة الترتيبات والاستعدادات تسير الحقيقة بشكل ممتاز. كافة اللجان تعمل وفق ما أنيط بها من اختصاصات. الترتيبات والاستعدادات في مطار القرطبية الدولي على قدم وساق. بعد قليل ستصل بعون الله طائرة على متن عدد من أعضاء مجلس النواب. لم نعرف عدد الأعضاء الذين يحضرون مساء اليوم. مجمع قاعات وغدوغو، القاعة الرئيسية، القاعة الشرفية التي ساعة
ستحتضن أعضاء مجلس النواب يوم غدا 8 مارس لمناقشة الثقة الوحدة الوطنية على مقر الإقامة. تم كامل اللجنة البرلمانية المكلفة من رئيس مجلس النواب بالتعاون مع المجلس التنفيذي لجان تشكل في قرار رئيس المجلس التنفيذي في البلدية. هناك وصول لعدد من الصحفيين والإعلاميين وغاسي قنوات المختصة ووكالة الأنباء والإذاعات سيظهرون الساعات القادمة بعون الله. عدد كبير من النواب سيتوافدون على مدينة في كم تقدر عدد الواصلين إلى حد الآن سيد الأميل؟ كم تقدر عدد الواصلين من النواب إلى مدينة سرت سواء كانوا عن طريق المطار جوا أو عن طريق البر؟ لم نحصل على مصادر فيما يتعلق بالعدد، لكن هناك بعد قليل بعون الله ستهبط الطائرة على متنها أعطاه مجلس النواب. قادمة من؟ عفوا الطائرة قادمة مجلس النواب قادمة من بنينة أم من أي مطار آخر؟ الطائرة التي سوف تحط بعد قليل تقريبا من المنطقة الغربية، منطقة الغربية بالإضافة إلى بعد الساعة 6 أو تمام الساعة 7 سيصل رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له. طيب ماذا عن التحضيرات الأمنية؟ يعني رأينا حتى في الأيام السابقة هناك تكثيف أمني من قبل الجهات الأمنية داخل مدينة سرت، يعني تقييمكم لهذه النقطة بالتحديد كون أن هناك يعني الوضع الأمني في هذه المدينة الوضع الأمني جدا والإدارات قائمة بدورها على أكمل الوجه في وسط المدينة وكافة المواقع التي تشهد سواء كان مقر إقامة أو مقر نقاط في مجمع وغدوكو في وسط المدينة. الحقيقة رجال المرور ومختلف الأجهزة سواء كان من مديرية الأمن أو الدعم المركزي أو الأجهزة الأخرى من البحث الجنائي إلى غير ذلك، كافة الأجهزة الأمنية تعمل على قدم وساق من أجل تأمين وتوفير الأمن والأمان بضيوف المدينة ومرافقيهم لعقد جلستهم بعون الله يوم غدا بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. طيب بالنسبة للقاعة التي سوف تكون فيها الجلسة هي قاعة واغادوغو يعني الشهيرة المعروفة، يعني لو تحدثنا أكثر عن التحضيرات بها. نعم القاعة الحقيقة تم تجهيزها بالكامل في مجمع قاعات واغادوغو وهي القاعة 2. الحقيقة تم تجهيزها من قبل عناصر وطنية تعمل في جهاز مجمع القاعات واغادوغو في مدينة سرت بإشراف اللجنة البرلمانية المكلفة من رئيس مجلس النواب. عملت هذه اللجنة من قبل أسبوعين على التحضير والتجهيز في مدينة سرت. نعم شكرا جزيلا لك سيد محمد الأمين مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في المجلس التسييري سرت على كل ما تفضلت به حول التجهيزات والتحضيرات لانعقاد جلسة منح الثقة التي سوف تكون يوم الغد. لازلنا ننتظر توافد وصول النواب وعدد من النواب من كافة المناطق إلى مدينة سرت سواء كان على الجو في الطائرات التي هبطت في مطار القرضبية أو عن طريق البر. ويعني هناك المعلومات التي رأيناها يوم الأمس تم فتح الطريق الساحلية بين مدينة مصراتة وسرت لتسهيل دخول أعضاء مجلس النواب إلى المدينة القادمين عن طريق البر وكذلك العكس القادمين من المنطقة الشرقية. دعونا ندخل فاصل مشاهدينا الكرام، ابقى معنا سيد محمد شوبار لازلت موجود معنا في حلقة لايف لهذا اليوم. فاصل ومن ثم نعود لبقية حلقة لايف ومناقشة تداعيات عقد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة يوم الغد. ابقى معنا مشاهدينا الكرام. أهلا من جديد. س
سيد محمد شوبار نرحب بك معنا من جديد. أعود إلى نقطة شبهة الفساد في ملتقى حوار جنيف والتي تحدثت عنها قبل الفاصل، وذكرت لك بأن الأمين العام المساعد المنسق الخاص للبعثة الأممية في ليبيا ينفي لرئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي وجود تقارير شبهة الفساد في ملتقى الحوار في جنيف. يعني كيف تعلقون على هذه المعلومة بالتحديد وهذا التصريح من البعثة الأممية؟ طبعا ما صرح به رئيس البعثة الأممية قبل أسبوع حول مسألة هذه التقارير تحدث عن أن البعثة ليست لها أي علاقة بمسألة إعداد هذه التقارير. هذه التقارير تم إعدادها من قبل فريق، هذا الفريق يتبع لمجلس الأمن ولا يتبع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبالتالي أعتقد أن هذه اللائحة التي قدمت لمجلس الأمن قبل يوم والتي كانت الحقيقة ممهورة ببعض التوصيات التي لاقت استحسان المجلس الأمن الدولي وهي الدول الخمس الدائمة، وهي طبعا تعني أعدت حتى قائمة بالأفراد الذين هذه الانتهاكات كان على مستوى انتهاكات الإنسان أو حتى طيب سواء كان تهريب البشر أو تهريب السلع، وأيضا شبهات الفساد التي حددها منذ السادس إلى 21 تقريبا من شهر نوفمبر الماضي. وذكرت هذا الفريق بأن هذه الشبهات الفساد كان لها تأثير كبير على مخرجات الانتخابات أو العملية الانتخابية التي جرت في الفترة من الأول إلى الخامس من فبراير الماضي. وبالتالي أعتقد اليوم، وهذا ما نصحنا به كل المؤسسات، هو الانتظار حتى يتم الإعلان رسميا عن هذا التقرير الذي وصفناه الحقيقة بالتقرير الغاية في الخطورة، سواء كان على المؤسسات الليبية الحالية وحتى على فيما يتعلق بمسألة العملية الانتخابية التي جرت في مدينة جنيف في مطلع فبراير الماضي. هذا الفريق يعمل بعيدا عن بعثة الأمم المتحدة، يعمل بعيدا أيضا عن هيئة الأمم المتحدة، يعمل بقرارات تصدر عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الدول الخمس. أيضا هناك تقرير مفصل سيتم تقديمه في جلسة 24 وهي جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي. طبعا الإحاطة التي قدمت كانت في اعتقادي أنها كانت إحاطة مغلقة، استمرت لمدة 3 ساعات لفريق الخبراء أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، وبالتالي أعتقد فقد تفصلنا أيام قليلة مسألة الإفصاح عن هذه التقارير. مجلس النواب، وهذا حقيقة يعني ما قدمه حوالي أكثر من 27 عضو، قدموا طلب بمسألة تأجيل مسألة منح الثقة للحكومة إلى ما بعد الإفصاح عن هذه التقارير التي أعدها فريق خبراء مجلس الأمن الدولي. هو ماذا تأثير بهذه التقارير على الحكومة بالتحديد، حتى وإن يعني رأينا منح الثقة لها يوم الغد وباشرة أعمالها؟ السؤال حقيقة يعني غاية في الأهمية، وهو سؤال مهم جدا، وهو سؤال يجب أن يطرح على كل المؤسسات في ليبيا بما فيها السلطة التنفيذية الجديدة. إذا بالفعل يعني تحقق مسألة كل يعني الشائعات التي تحدثت بأن هناك قضايا فساد فيما يتعلق بالعملية الانتخابية التي جرت في مدينة جنيف، فبالتأكيد مجلس الأمن الدولي لن يصدر أي قرار يتعلق بالمضي قدما في منح الثقة
للسلطة التنفيذية الجديدة، وبالتالي تصبح هذه الحكومة حكومة لا معنى لها، لا يمكن أن يتعامل معها البنك المركزي في ليبيا، لا يمكن أن تتعامل معها المؤسسة الوطنية للنفط، ولا يمكن أن تتعامل معها شركة الاستثمارات الخارجية، لأن هذه المؤسسات الثلاث السيادية يعني هي رهينة للسياسات المنظمات الدولية، سواء كان البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو منظمة أوبك أو المؤسسات الاستثمارية الكبرى. وبالتالي تصبح هذه الحكومة هي عبارة عن حكومة شبيهة جدا بحكومة الثني، ولا يمكن أن تعمل إلا من خلال قرار من مجلس الأمن الدولي. أيضا هذا الفريق هو فريق تابع للجنة العقوبات، لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي. إذن هو أعتقد أنه فيما إذا بالفعل يعني تمت يعني الإثبات على كل هذه الشائعات التي تتعلق بشبهات الرشوة في العملية الانتخابية، بالتأكيد هناك قرارات تتعلق بإصدار عقوبات. هذه العقوبات ستكون قاسية جدا على الأفراد الذين مارسوا مثل هذه العمليات. أضف إلى ذلك طبعا هناك قرارات أخرى ستصدر ضد الأفراد الذين مارسوا عمليات انتهاكات لحقوق الإنسان طيلة الفترات السنوات الماضية، وهو فريق مختص الحقيقة بهذه الانتهاكات منذ سنة 2011، والذي كما ذكرت آنفا هو هذا الفريق يعمل وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1973. وهذا الفريق بدأ بسبعة يعني سبعة أعضاء، وتم تقليصه في فترات إلى خمسة أعضاء، والآن يعني يترأس السيد لويس وهو من إسبانيا، ويحوي ستة أعضاء. وهذا الفريق الحقيقة قدم هذا التقرير، ومد كان مدعوم بكثير من يعني القرائن والإثباتات التي تتعلق بهذه القضايا التي ذكرتها. أضف إلى ذلك كان مدعوم بتوصيات، قائمة بالتوصيات لمجلس الأمن الدولي، وهذه التوصيات لاقت استحسان أعضاء مجلس الأمن الدولي. نعم. وهذا التقرير كما ذكر الفريق سينشر على الصفحة الرسمية لخبراء قبل يوم 15 من مارس الجاري. نعم. طيب ابقى معي، سأعود إليك سيد شبار. ينضم إلينا كما يشير الزملاء دكتور إسماعيل الشريف عضو مجلس النواب موجود في سرت من هناك. دكتور إسماعيل نرحب بك معنا في حلقة لايف، كيف تصف لنا بدايتنا الأجواء في مدينة سرت الآن؟ بحسب المعلومات كنت من أول الحاضرين إلى مدينة سرت خلال هذا اليوم، يعني كيف تقيم عدد النواب الواصلين؟ كم عددهم؟ هل هناك تشاورات تجرى حاليا بين النواب الواصلين إلى مدينة سرت؟ نعم، تحية ليك ولقناتكم الموقرة ولضيوفك الكرام ولجميع مشاهدي قناة 218 نيوز. حقيقة الآن الأجواء كلها إيجابية في مدينة سرت، وقد تنقلت بين مقرات الإقامة المعدة لاستقبال أعضاء مجلس النواب والوفود الأخرى المصاحبة، وكذلك إلى قاعة واغادوغو التي خرجت منها تو، وهي بكامل الجاهزية والاستعداد. ولعل من المفيد أن الإشارة إلى الروح الإيجابية العالية التي تحل بها أهل سرت في التئام مجلس النواب ولهذا الحدث الذي سنعقد من خلال جلسة يوم الغد 8 مارس. عدد الواصلين تقريبا وصل عدد من أعضاء مجلس النواب برا يتجاوز 12 عضوا، وبعد تقريبا ساعتين الآن سيكون عدد النواب عدد لا بأس به، ستكون بعد ساعة من الآن 35 عضوا سيصلون عبر الجو من الجرذبية، وأيضا 31 نائبا بعد ساعتين من الآن أيضا
يصلون جوا من مطار بنينة الى مطار القرضبية. كذلك بعض اعضاء مجلس النواب الذين يتوجهون الان من المناطق القريبة من مدينة سرت عبر البر. وايضا هناك رحلة غدا صباحا من مطار معتيجة الى مطار القرضبية لتقل بقية اعضاء مجلس النواب للمشاركة في الجلسة المرتقبة لدراسة منح الثقة للحكومة المقدمة من رئيس الحكومة عبد الحميد السيدة حكومة الوحدة الوطنية. نعم، لديكم معلومات عن عدد النواب الذين ينوون القدوم إلى مدينة سرت لحضور جلسة يوم الغد؟ كم عددهم بالتحديد؟ ما هو النصاب المحدد لمنح الثقة؟ نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد إسماعيل الشريف، سنحاول الاتصال به من جديد في أسرع وقت قبل ختام هذه الحلقة للتعرف على مزيد من المعلومات حول جلسة يوم الغد وما هي التجهيزات والتحضيرات وعدد النواب الواصلين. أعود إليك سيد محمد شبار، يعني نحن الآن في موضوع شبهات الفساد على ملتقى حوار جنيف، إلى أي مدى سوف يؤثر في جلسة يوم الغد بالتحديد؟ طبعا يعني هذا التأثير في اعتقادي الخاص، وخصوصا هناك يعني حتى بعض من أعضاء مجلس النواب تلقوا رسائل، لا أدري مدى صحة هذه الرسائل تتعلق ب يعني مسألة التأكيد. أعذرني على المقاطعة سيد شبار، أعذرني على المقاطعة، يعود إلينا من جديد سيد دكتور إسماعيل الشريف. سأعود إليك سيد شبار. دكتور إسماعيل، إذا كنت تسمعني جيدا كنت قد سألتك عن عدد النواب الذين من المزمع أن يصلوا إلى مدينة سرت، وما هو النصاب الذي سوف يكون لمنح الثقة للحكومة الجديدة؟ والله أنا أتوقع أن يكون العدد يتجاوز 110 عضوا، يعني مساء هذا اليوم تقريبا، يعني ليلة هذا اليوم يتجاوز العدد من 105 إلى 110 عضوا حسب القوائم التي وردت الآن خلال الوصول أو الوصول عبر القدوم عبر الطيران من بنينة ومن معتيجة، وبعض النواب الذين وصلوا عبر البر من مناطق قريبة من منطقة سرت. وهذه إن شاء الله تكون هذه الأجواء الإيجابية يجب أن تستثمر بشكل أكثر إيجابية، ومن المتوقع أن تكون الجلسة غدا بعد الظهيرة لم تكون بالصباح. أتوقع أن هناك عدد من أعضاء النواب سيصلون صباحا عبر الطيران من هذه إلى مطار القرضبية. تم إبلاغكم بالساعة بالتحديد؟ تم إبلاغكم بساعة يعني بدء انعقاد الجلسة أم ما زال؟ من المتوقع أنه بعد الظهيرة، يعني لأن ستكون التصوات بكل نظرا لظروف الطيران، يعني الطيران موجود الآن، هناك رحلة في الصباح الغد، بالتالي تحتاج إلى وقت الوصول وتحتاج إلى الوصول الى مكان الاقامه، ومن ثم الانطلاق الى قاعه الاجتماعات في قاعه واغادوغو. فبالتالي من المتوقع سيكون عند الظهيره، سيكون الاجتماع وبعد الظهيره ان شاء الله. سيتم الحديث عن استحقاق واحد فقط؟ اعذرني على المقاطعه دكتور. هو منح الثقه ام هناك اجندات اخرى سوف يتم؟ هناك عدد كبير من النواب يريدون أن يستغلون تواجد هذا العدد الكبير بعد حالة الانقسام وحالة الانقسام في مجلس النواب للتشاور وللحديث أكثر للعمل على الاستحقاقات القادمة، وهذا عدد كبير يتناولوه من خلال التواصل عبر الغرف التواصل الغرف الافتراضية. فبالتالي يجب أن يسفر هذا اللقاء بشكل إيجابي ولي إجابة كل الجريد الذي حل بين أعضاء مجلس النواب في فترة الفترة الماضية التي كانت فيها فترة صراع في أسوم أو صراع في أشدود. فبالتالي نحن نريد بكل أعضاء مجلس النواب استغلال هذا الوقت المناسب وهذه الأجواء الإيجابية كأن نتحلى بشيء من المسؤولية الوطنية
الإشراف بكل استحقاقاته القادمة والتناقش والتشاور مع رئيس الوزراء رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنصور عبد الحميد زايدة في حال حالة المشاكل سواء كانت في التشكيل الوزارية أو في منح الثقة أو في خطة عمل الحكومة وبالتالي بالوصول إلى التاريخ الذي تم تحديده 24 ديسمبر لخروج البلد من هذا المأزق حالة البلاد. لأن كل مسار الآن مسار 5+5 المسار الاقتصادي أيضا المسارات الأخرى المكملة هي تسير الآن بوفق وتيرة إلى حد ما مقبولة جدا، فبالتالي ينبغي على المسار السياسي أن يواكب هذه التطورات وهذه الحالة الظرفية التي تمر بها ليبيا للانتقال من هذه الحالة إلى حالة أفضل وبالتالي التهدئة والتهدئة إلى حالة الاستقرار ومن خلال الانتخابات القادمة رئاسية وبرلمانية تخرج البلد من هذا الانقسام والانقسام المؤسساتي والانقسام بين كل الأطراف الليبية سواء كانت سياسية أو حتى المناطقية. نعم. شكرا جزيلا لك سيد اسماعيل الشريف، دكتور اسماعيل الشريف عضو مجلس النواب، على كل ما تفضلت به في هذه المداخلة. أعود إليك في الدقائق الأخيرة سيد محمد الشبار، وأعذرني قاطعتك، أعذرني قاطعتك بحكم التواصل مع دكتور اسماعيل الشريف عضو مجلس النواب. في هذه الدقائق الأخيرة نعود للحديث عن تأثير شبهات الفساد في عقد جلسة يوم الغد. طبعا جلسة يوم الغد أعتقد أنها فرصة جيدة للالتئام مجلس النواب، وهذا أعتقد أنه شيء مطلوب، وطالما يعني كل الليبيين طالبوا بمسألة تغليب المصلحة الوطنية عن كل الأهواء الشخصية التي قادت الحقيقة كثير من أعضاء مجلس النواب بعيدا عن مصلحة ليبيا ومصلحة الليبيين. هذا جانب. الجانب الآخر يجب على يعني الآن على كل أعضاء مجلس النواب النظر بأهمية قصوى إلى هذه التقارير. لماذا؟ لأنها تتعلق بمشروع عملية انتخابية، هذا المشروع هو الذي أنتج السلطة التنفيذية الحالية. مسألة تأجيل منح الثقة إلى ما بعد يوم 15 من مارس أعتقد أنها خطوة مهمة يجب أن يقتنع بها كل أعضاء مجلس النواب حتى لا يقع قرارات مجلس النواب في المحظور الذي يتعارض الحقيقة مع التوجهات المجموعة الدولية التي دعمت كل هذه المسارات بكافة أشكالها سواء كان المسار السياسي أو الاقتصادي أو العسكري أو الأمني، وهي التي دعمت من خلال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الوصول الليبيين إلى سلطة تنفيذية موحدة يمكن من خلالها إنهاء كافة المختنقات التي يعاني منها المواطن الليبي اليوم، وايضا مساله اخرى وهي مساله يعني تطبيق اتفاق جنيف. هذا كله صحيح انه كان هناك كثير من الوطنيين الليبيين ساهموا مساهمه كبيره في نجاح كل هذه المسارات، ولكن يجب علينا وباعتبار ان ليبيا تحت طائله الفصل السابع بالنظر باهميه قصوى وكبرى لكل هذه التقارير التي تصدر عن فريق خبراء مجلس الأمن الدولي، وبالتأكيد في جلسة يوم 24 سنشهد قرارات، هذه القرارات هي ملزمة للجميع ولا يستطيع الحقيقة لأي مؤسسة ليبية الوقوف أمام قرارات مجلس الأمن الدولي باعتبار ليبيا إلى حد هذا اليوم تحت طائلة الفصل السابع. نعم. شكرا جزيلا لك سيد محمد شبار المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية، كنت معنا مباشرة من طرابلس، كنت معنا طيلة هذه الحلقة. شكر موصول أيضا لعدد من الضيوف الذين كانوا في مداخلات معنا، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، وكذلك عضو مجلس النواب دكتور إسماعيل الشريف، وأيضا مدير إدارة الإعلام والعلاقات في المجلس التسييري بلدية سرت سيد محمد الأمير. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وصلنا لختام الحلقة، في أمان الله.